بناء على توجيهات اللجنه التنسيقيه برئاسه صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وموافقتها على توصيه الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا كوفيد 19 برئاسه معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفه رئيس المجلس الاعلى للصحه فقد تم اقرار العزل الصحي المنزلي الاختياري للحالات القائمه التي لا تظهر عليها اعراض وفق اشتراطات محدده وذلك بدءا من يوم الأحد القادم الموافق السابع من يونيو 2020 واوضح معالي رئيس المجلس الاعلى للصحه ان جميع الاجراءات المتخذه والخدمات المقدمه ستكون وفقا للارشادات والمعايير المعتمده من قبل منظمه الصحه العالميه مؤكدا انه سيتم استقبال الحالات القائمه التي ستخضع للعزل الصحي المنزلي في مركز الاعاقه الشامل لتقييم الحاله وتركيب السوار الالكتروني وما يتبعه من اجراءات قائمه الى جانب تسليم هذه الحالات المستلزمات الطبيه التي يحتاجونها اثناء العزل في المنزل من اقنعه وقفازات ومعقمات وادويه بسيطه في حال تطلب ذلك. منوها معاليه بانه سيتم متابعه كافه الحالات القائمه في العزل الصحي المنزلي بشكل يومي عن طريق اطباء المراكز الصحيه ومن خلال استماره الاعراض في تطبيق مجتمع واعي. داعيا الجميع الى سرعه الابلاغ عن وجود اي اعراض كما ان مده العزل في المنزل ستنتهي بعد مرور 14 يوما واجراء فحص الخروج من العزل وفي هذا الاطار تقرر تطبيق العزل الصحي المنزلي الاختياري مع الحالات القائمه وفق الاشتراطات التاليه الا يزيد عمر الشخص عن 60 عاما الا يكون الشخص يعاني من امراض مزمنه ان لا تظهر على الشخص اي اعراض او اعراض طفيفه فقط مع عدم وجود مرضى نقص مناعه في المنزل اي يتوفر المكان المنعزل في السكن اي يتبع اشتراطات وضوابط العزل الصحي المنزلي علما بانه سيتم تطبيق نظام الحجر المنزلي على المخالطين القاطنين في نفس السكن المنزلي وستتم معاملتهم وفق الاجراءات الموضوعه للمخالطين وهي أخذ موعد للفحص والتقيد بتعليمات تعقب المخالطين عن طريق تطبيق مجتمع واعي وعدم مخالطة الآخرين وعدم الخروج من المنزل ولبس الكمام عند الحاجة للخروج من المنزل للحالات الطارئة إلى جانب إجراء فحص للخروج من الحجر بعد 14 يوماً. ونوه الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا باهميه اتباع ارشادات العزل المنزلي الصحي المتمثله في عدم مخالطه الاخرين واستخدام غرفه منفصله ودوره مياه منفصله وعدم مشاركه الادوات الشخصيه وادوات الطعام والاهتمام بالنظافه الشخصيه وغسل اليدين باستمرار الى جانب اهميه ارتداء الاقنعه الواقيه في حال دعت الحاجه للخروج والتخلص من المخلفات بكيس منفصل وعدم اضافته للمخلفات المنزليه الا بعد مرور 72 ساعه. واشار الفريق الوطني الى ان هذه الاجراءات تتزامن مع رفع الطاقه الاستيعابيه لمراكز العزل والعلاج حيث بلغت 7240 سريرا يبلغ الاشغال الحالي منها 5546 سريرا وأن الطاقة الاستيعابية لمراكز الحجر الصحي الاحترازي بلغت 3410 أسرة يبلغ الإشغال الحالي منها 487 سريرًا مؤكدا في الوقت ذاته ان الخدمات الصحيه العلاجيه من فحص وحجر وعلاج مستمره بالمجان في مراكز الحجر الصحي الاحترازي ومراكز العزل والعلاج على ان تكون الاولويه للحالات التي تظهر عليها اعراض الى جانب ذلك فالخيار متاح لتلقي خدمات الحجر والعزل والعلاج في القطاع الخاص للافراد الراغبين بناء على اختيارهم وعلى نفقتهم واهاب الفريق الوطني بالجميع الى ضروره الاستمرار في تطبيق كافه التعليمات والتوجيهات الصادره من الجهات الرسميه المختصه بما يحافظ على صحه وسلامه الجميع